السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازمنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، ولازمنا في مباحث الترجيح، آخر مباحث الكتاب، وبلغنا قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا مدخل له، أي الترجيح في المذاهب، في صفحة 446. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا مدخل له، أي الترجيح في المذاهب من غير تمسك بدليل. الترجيح لا يدخل بين المذاهب، جملة وتفصيلا. قال: من غير تمسك بدليل. إنما قيد المسألة بقوله من غير تمسك بدليل، لأنه إذا ذكرت الأدلة مع المذاهب جاز الترجيح بينها، أي بين المذاهب، لأنه في الحقيقة ترجيح بين أدلتها، فمثل هذا يسوغ ويقع الترجيح بين المذاهب حين يتمسك بالدليل، أي حين تذكر الأدلة. وهذا هو الذي يصنعه من صنف من العلماء في الخلاف العالي، كابن قدامة في المغني، وابن القصار في رؤوس المسائل، في عيون المسائل، وغيرهم من الأئمة المصنفين في الخلاف العالي. قال: خلافا لعبد الجبار، هذا هو المذهب الثاني في المسألة، فيفهم منه أن من عداه قالوا بالقول الأول الذي صدر به المسألة: لا مدخل للترجيح في المذاهب، لا يصح أن يرجح بين مذهب ومذهب من غير أن تذكر الأدلة، لأنه تحكم. والمذهب الثاني هو ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله خلافا لعبد الجبار، عبد الجبار الهمذاني المعتزلي، القاضي المعروف الذي تذكر آراؤه في أصول الفقه، حكى هذا المذهب وهو صحة الترجيح بين المذاهب، حكاه عن بعض أصحابه، أي بعض المعتزلة، ولعله اختياره أيضا، والله أعلم، لأن سكوته يشعر بالموافقة على هذا القول، والله أعلم. وعلى كل، فهذا القول لم ينفرد به بعض المعتزلة، بل ذهب إليه من الفقهاء بعض الشافعية وبعض الحنابلة، منهم نجم الدين الطوفي ومنهم ابن حمدان، فقد جوزوا الترجيح بين المذاهب. فالطوفي يقول: يجوز الترجيح بين المذاهب جملة وتفصيلا. أما التفصيل وهو الترجيح بين آحاد المسائل، مسألة معينة من الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو غيرها وقع فيه النزاع بين المذاهب، يجوز الترجيح بين المذاهب فيها،
قال: لأن آحاد المسائل هذه لها أدلة، فالترجيح في الحقيقة هو ترجيح بين تلك الأدلة. وأما الترجيح إجمالا بمعنى أن يقال مذهب المالكية أرجح من بقية المذاهب هكذا جملة، أو يقال مذهب الحنفية خير من بقية المذاهب، وهكذا يقال في سائر المذاهب، فيرجح مذهب على سائر المذاهب جملة. فقال الطوفي: هذا سائغ، لأن المسلمين اقتسموا المذاهب، وهذا يدل على أنهم استحسنوا تلك المذاهب ورجحوها. فأهل العراق يأخذون بمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وأهل المغرب يأخذون بمذهب مالك رحمه الله، وهكذا يقال في سائر المذاهب، وهو دليل على ترجيحهم للمذاهب التي اتبعوها على غيرها من المذاهب. لكن ما ذكره الطوفي في الشق الأول صحيح، ويظهر معه أن الخلاف فيه، أي في الشطر الأول، خلاف لفظي، أعني أنه عند التحقيق والتأمل بين مذهب من منع ومن جوز الترجيح بين آحاد المسائل في المذاهب، هو أن من منع منع بقيد ألا تذكر الأدلة، بمعنى يذكر مذهب الشافعية مثلا ومذهب الجمهور في مسألة، ثم يقال والراجح مذهب الشافعية هكذا من غير ذكر أدلة ولا مناقشة للأدلة. وأن من قال بالجواز قاله بقيد ذكر الأدلة، قال: لأن الترجيح بين المذاهب حينئذ هو في الحقيقة ترجيح بين أدلتها. فيظهر من هذا التقرير أن الخلاف بين المذهبين في الصورة الأولى، أعني الترجيح بين المذاهب في أحد المسائل، أن الخلاف خلاف لفظي. وأن الكل يتفق على جواز الترجيح بين المذاهب إذا ذكرت الأدلة، ولم يزل هذا دأب المصنفين في علم الخلاف كما قلناه آنفا. لكن الشطر الثاني، الشق الثاني من مذهب أصحاب المذهب الثاني كالطوفي، وهو قوله يجوز الترجيح بين المذاهب جملة، بأن يقول الحنبلي مذهب الحنابلة أحسن من بقية المذاهب، وهكذا يقول الشافعي والمالكي والحنفي، كل يقول إن مذهبه أرجح من بقية المذاهب، فهذا في الحقيقة مشكل، مشكل للغاية، لأن كل مذهب من المذاهب ليس متمحضا في الصواب في كل مسألة، ولا متمحضا في الخطأ في كل مسألة كما لا يخفى على أحد. ومن يجر أن يقول ذلك؟ أن يقال إن مذهب الشافعية مثلا صحيح في كل مسألة مسألة من بقية المذاهب ولا غيره من المذاهب؟ ما يصح هذا، وإلا لثبتت العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا باطل. ولهذا يقال لا يصح الترجيح جملة، إنما هو استحسان للمذهب في الجملة، يعني ما ذهب إليه أهل الأمصار من العمل ببعض المذاهب هو استحسان لها في الجملة، لا ترجيح لها في كل مسألة مسألة، وفرق بين الأمرين. انتهت المسألة، والآن سنشرع إن شاء الله تعالى في مسألة جديدة. فقال: ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين.
يعني ولا مدخل للترجيح في القطعيات، أي لا يصح أن يرجح بين دليلين قطعيين بناء على امتناع التعارض بينهما. إذ التعارض بينهما محال، كما سبق في مسألة سابقة لعله في صفحة 434، انظروا ماذا قال هناك: وتعادل دليلين قطعيين محال، في أول الصفحة في صفحة 434. وأظن بهذه القراءة ظهر الفرق بين المسألتين، حتى لا يقال إن المصنف رحمه الله كرر المسألة أعاد ذكرها. لا، الذي في صفحة 434 هو منع تعارض الدليلين القطعيين، والذي هنا امتناع الترجيح بين دليلين قطعيين، والثانية مبنية على الأولى، بمعنى إذا لم يمكن تعارض الدليلين القطعيين فلا يمكن الترجيح بينهما، لأن الترجيح فرع التعارض، فالتعارض كالأصل والترجيح كالفرع عنه، لا يكون إلا بعد أن يكون التعارض. والمراد بالقطعي هو قطعي الدلالة والثبوت، فلا يمكن الترجيح بين دليلين قطعيين في الدلالة والثبوت. وعلل ذلك المصنف رحمه الله بقوله: إذ لا غاية وراء اليقين. ومعنى هذا الدليل أن المطلوب من الترجيح بين الأدلة، المطلوب يعني الذي يقصده المجتهد، هو زيادة الظن بحصول المطلوب من الدليل، وهو الدلالة على الحكم، يعني قوة الظن، الظن من الدليل، يكون أحد الدليلين أقوى ظنا في الدلالة على الحكم من الدليل الآخر. وفي القطعيات المطلوب منها، المستفاد من الدليل القطعي، معلوم يقينا، معلوم على سبيل اليقين، ولا غاية بعد اليقين. هل هناك شيء آخر ينشده المجتهد بعد اليقين؟ وهو أن يدرك الشيء من غير احتمال آخر. ليس هناك غاية، ليس هناك غاية، ليس هناك غاية بعد اليقين، وحينئذ يستحيل الترجيح، لأن المطلوب انتفى، الغرض انتفى. والدليل على هذه المسألة، أي امتناع الترجيح في القطعيات، هو الإجماع، حكاه غير واحد من الأصوليين، امتناع الترجيح بين القطعيات. لكن بعض الأصوليين حكى خلافا في المسألة، حكى عن بعضهم أنه يقول يجوز تعارض القطعيين والترجيح بينهما بناء على جوازه في الأذهان، وإذا صح في الأذهان صح في الواقع. هذا هكذا قالوا، وهذا الدليل دأب المعتزلة، يبنون الجواز الوقوعي على الجواز الذهني. وهذا المذهب نسب أيضا لبعض الحنفية وبعض الشافعية، لكنهم
ما قاسوا الوجود في الخارج على الوجود في الذهن؟ أعني هؤلاء الفقهاء، وإنما قاسوا الأدلة القطعية على الأدلة الظنية. فكما جاز التعارض والترجيح بين الدلائل الظنية، يجوز بين الأدلة القطعية، بناء على أن كل منهما دليل شرعي، أنها كلها أدلة شرعية. وهذا المذهب شاذ، هذا المذهب فيه شذوذ، على أن بعضهم قال إن الخلاف خلاف لفظي، وسبب كونه لفظيا أنه لا وجود له في الواقع، أي لا يوجد من حيث الواقع دليلان قطعيان دلالة وثبوتا وتعارضا ورجح بينهما. ولا يستثنى من صورة التعارض، لا من صورة الترجيح، لا يستثنى من صورة التعارض إلا ما قدمناه في تلك المسألة، وهي مسألة النسخ، فإنه يجوز في النسخ تعارض دليلين قطعيين أحدهما ناسخ للآخر. لكن في مسألة الترجيح لا استثناء فيها، في مسألة الترجيح في القطعيات لا استثناء فيها. وإذا لم يوجد مثال في الواقع لتعارض دليلين قطعيين رجح أحدهما على الآخر، دل على أن الخلاف خلاف في العبارة فقط، لا أثر له، خلاف لفظي فقط، والله أعلم. قال ويجوز، هذا شروع في مسألة جديدة، فقال ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح. يجوز أن يتعارض دليلان ولا يكون هناك مرجح. وهذه المسألة قد تلتبس على ما سبق أيضا في صفحة 434، أيضا هناك ذكرنا مسألة تعارض الدليلين الظنيين، فيجتهد المجتهد ويظل على اجتهاده إلى أن يتوقف فيقلد، أو يتخير على مذهب ضعيف ذكرناه، بمعنى أن ما سبق هو في مسألة تعارض الدليلين وعدم إمكان الترجيح بينهما، فماذا يفعل المجتهد؟ هل يتوقف أو يتخير بين الدليلين المتعارضين؟ تلك هي المسألة السابقة في صفحة 434. أما الذي معنا فهو أصل هذه المسألة، وهو هل يجوز أن يتعارض دليلان ولا توجد مرجحات؟ فالمصنف رحمه الله اختار القول بالجواز، قال ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح، هذا هو المذهب الأول. قاله طائفة من أصحابنا أي الحنابلة وغيرهم، نعم هو قول أكثر الحنابلة وقول بعض الشافعية، ولكن المقصود مقصود أهل هذه مقصود أهل هؤلاء هذا المذهب أهل هذا المذهب مقصودهم عند جميع المجتهدين، يعني يجوز أن يتعارض دليلان ولا يوجد مرجحات عند الجميع، عند جميع المجتهدين. أما عند أحدهم كزيد المجتهد الذي اسمه زيد أو عمرو،
فهذا واضح أنه يجوز أن يتعارض عنده الدليلان ولا يجد مرجحا. وكم من أكابر العلماء وقف عاجزا في بعض المسائل لتعارض الأدلة، فيقال لما لم ترجح، فيقول لأنني لا أجد مرجحا. وإنما المسألة كما قلنا هو في تعارض دليلي وانتفاء المرجحات عند جميع المجتهدين. فالمذهب الأول الذي اختاره المصنف، وقلنا إنه قول أكثر الحنابلة وبعض الشافعية، أنه يجوز أن يتعارض دليلان في الشرع ولا يوجد أي مرجح من المرجحات. إذ لا يمنع منه مانع، فهذا ليس فيه استحالة. قال: وقيل هذا شروع في المذهب الثاني، وقيل لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. هذا المذهب الثاني، وهو على عكس المذهب الأول، وهو أنه لا يجوز أن يوجد، يقول هنا خبران أي حديثان، ولو قال دليلان لكان أحسن. لا يجوز أن يوجد في الشرع دليلان متعارضان ولا يوجد أي مرجح من المرجحات، تنتفي جميع وجوه الترجيح كلها. قال المصنف رحمه الله: قاله أبو بكر الخلال، الإمام المشهور فقيه الحنبلي المتوفى سنة 311 هجرية، قاله أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا أي الحنابلة، واختاره جماعة منهم أي من الحنابلة وغيرهم أي وجماعة من غيرهم من غير الحنابلة. ثم قال: وهو الصحيح عند المتأخرين. يقول المتأخرون يعني من الحنابلة، يقصد المتأخرين من الحنابلة صححوا هذا القول. والمصنف كما رأيتم يعني كما يفهم من سياق كلامه أنه يختار المذهب الأول، ولعل المذهب الثاني هو مذهب أكثر العلماء. الظاهر أنه مذهب أكثر العلماء أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان وتنتفي جميع وجوه الترجيح عند جميع المجتهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أن هذا المذهب هو الصحيح والراجح مذهب الأكثرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومقتضى ذلك وجود مرجحات، ألا يقف جميع المجتهدين عاجزين عن الترجيح في بعض المسائل، وإلا لبقيت بعض مسائل الدين من غير معرفة الصواب، فلا يعرف الناس ماذا يعملون. هذا أمر. والأمر الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالاجتماع على الخطأ محال في حق هذه الأمة كرامة لها من عند الله، فلا يمكن أن يجتمعوا على الجهل بشيء من دين الله،
فوجود دليلين متعارضين ولا يمكن الترجيح هذا جهل بحكم تلك المسألة، ومثل هذا لا يقع لجميع المجتهدين حتى لا يجتمعوا على ضلالة وخطأ، إنما يتصور في أحدهم فهو متصور بل واقع، كما قلنا آنفا إن كثيرا من الأكابر وقفوا عاجزين في بعض مسائل العلم لتعارض الأدلة وعدم المرجح عندهم هم لا عند غيرهم. قال: وأحد المتعارضين باطل، هذا شروع في مسألة جديدة، وإن كان في بعض كتب الحنابلة بحرف الفاء، فأحد المتعارضين فيكون من تتمة كلام الخلال، والله أعلم، ويكون تفريعا على أنه لا تعارض إلا وله مرجح يرجح أحد الدليلين، فيقال يكون كلام الخلال لا يمكن أن يوجد دليلان متعارضين من غير مترجح، من غير ترجيح، فلا بد أن يوجد مرجح، فإن وجد مرجح فأحد المتعارضين باطل، هكذا يكون معنى العبارة. ولو حملنا الواو على الاستئناف، لو قلنا إنها ليست فاء، وأن هذه الواو واستئناف لمسألة جديدة، فالأمر يسير، لأن المعنى حينئذ يكون أنه إذا ثبت وجود التعارض بين الأدلة في الجملة، وأن الترجيح سائغ للمجتهدين، يجوز للمجتهدين أن يسلكوا سبيل الترجيح بينهما، فرجحوا فأحد المتعارضين باطل، وهو الدليل المرجوح يكون باطلا حينئذ. فلهذا أقول الخطب يسير. قال: وأحد المتعارضين باطل لا محالة، يقول أحد الدليلين المتعارضين بعد الترجيح يكون باطلا، بعد الترجيح يعني من آثار الترجيح أن يكون الدليل المرجوح باطلا، يبطل العمل به، ولبطلانه أسباب، لبطلان الدليل أسباب سيذكرها المصنف رحمه الله. فقال: وأحد المتعارضين باطل لا محالة، إذ لا يمكن بطلان الدليلين معا، وإلا لبقيت المسألة بلا دليل وهذا محال، ولا يمكن أن يقال إنهما كلا الدليلين حق، إذ لا يمكن أن يكون الشيء وضده صوابا، لا يمكن هذا، فلم يبق إلا أن يقال أحدهما حق والآخر باطل، فهذا معنى قوله لا محالة. ثم قال: وبطلانه إما لكذب الناقل، إما لكذب الناقل أو خطئه، يعني إذا كان غير ثقة، ليس ثقة بل كان وضاعا أو اتهم بالوضع، فإن خبره لا شك أنه باطل، وأن الحديث الذي عارضه وهو صحيح أنه هو الحق، لكن ينبغي أن يقال كما سوف يأتي معنا إن شاء الله، إن كلام الأصوليين في الترجيح بين الدليلين يبنونه على
صحة الدليلين، يعني من أركان التعارض المجوز للترجيح بين الدليلين هو ثبوت الدليلين، أن يكون كل من الدليلين ثابتا ليس ضعيفا ولا موضوعا، ليس ضعيفا ولا مكذوبا. قال أو خطئه، إذن تكون العبارة هكذا: وبطلانه إما لكذب الناقل إن كان الناقل وضاعا أو متهما بالوضع، أو خطئه إن كان الناقل ثقة، فحينئذ لا يصح أن نقول كذب الراوي، ما يصح أن ننسب الكذب إلى الراوي الثقة، إنما نقول، أعني بعد أن يكون دليل كلامه أو حديثه مرجوحا، إنما يقال أخطأ. والخطأ على الثقة وارد. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، والحديث ثابت في الصحيحين، لكنه خطأ، ننسب الخطأ إلى ابن عباس رضي الله عنهما أو لمن روى عنه حتى لو كانوا ثقات، فنقول أخطأ الناقل. لما أخطأ؟ لأنه يعارضه ما هو أولى منه، وهو حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، أخرجه مسلم. فإن الثاني لا شك أنه أرجح، لأن ميمونة رضي الله عنها هي الراوية لهذا الحديث، الحديث الثاني هي الراوية له، فهي أعرف بحالها من غيرها من الرواة، ولمرجحات أخرى يذكرها العلماء. فينتج من الترجيح تخطئة الحديث الأول، تخطئة الثقة الناقل له، نقول أخطأ، لعله وهم أو نسي أو سبق لسانه إلى هذه الكلمة أو غير ذلك من أسباب الخطأ. قال إما لكذب الناقل، وبطلانه إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما، في النقليات بوجه ما كما ذكرنا الآن قبل قليل، يعني إما في حفظه في ذلك الحديث بعينه أخطأ وإن كان ثقة حافظا، لكنه أخطأ في عين ذلك الحديث المعارض بما هو أولى منه، أو خطأ في فهمه أو ظنه، أو كما قلنا سبق لسانه إلى كلمة وهو لا يريدها، أو أظن أن ما سمعه أنه حديث وليس حديثا، أو أخطأ الذي أخبره بالحديث وإن كان ثقة. هذا معنى قوله بوجه ما، بوجه من وجوه الخطأ. قال في النقليات، يقصد بالنقليات الأحاديث النقلية، الأدلة النقلية. قال أو خطأ الناظر في النظريات، والمراد بالنظريات الأدلة الاجتهادية، فكأنه يقول الحديث المرجوح أخطأ ناقله إن كان حديثا نقليا، عفوا الدليل المرجوح، الدليل المرجوح أخطأ ناقله إن كان من الأدلة النقلية، أو أخطأ الناظر فيه إن كان من الأدلة الاجتهادية كالقياس،
إذ لا يصح أن نعبر بخطأ الناقل في المسائل الاجتهادية، في الأدلة الاجتهادية. ما نقول أخطأ ناقل القياس، نقول أخطأ الناظر في القياس، يعني أخطأ المجتهد في قياسه. لما قلنا أخطأ؟ لأن وجدنا قياسا آخر أولى منه، أو وجدنا دليلا نقليا يكون أولى منه، فيكون ذلك القياس فاسد الاعتبار. أخطأ فيه صاحبه، أخطأ الناظر أي المجتهد. مثال ذلك، لو قال الحنفي في مسألة تغسيل الرجل لزوجته بعد موتها، الحنفية يمنعون وغيرهم يجوز. فلو قال الحنفي لا يجوز له وطئها، فلا يجوز له تغسيلها قياسا على الأجنبية، يعني الزوج لا يجوز له بعد وفاة امرأته الوطأ، فكذلك لا يجوز له التغسيل قياسا على المرأة الأجنبية. فكما أنه لا يجوز للأجنبي عنها وطئها، لا يجوز له تغسيلها. فيعارضه غيره كالحنبلي مثلا ويقول الرجل أحد الزوجين، فيجوز له تغسيل صاحبه قياسا على الزوج الآخر، يعني قياس المسألة على عكسها، وهي أن تغسل المرأة زوجها بعد وفاته، فإنها مسألة اتفقت عليها كلمة المذاهب الأربعة، بل حكي الإجماع فيها. فإن القياس الثاني هو الصحيح، قياس صحيح وقياس قوي. والقياس الذي الأول قياس الحنفية قياس ضعيف، نقول أخطأ الناظر فيه. من أين حكمنا بالخطأ؟ من جهة أن القياس الثاني الذي عارضه تأيد بدليل قوي جدا، وهو أن فاطمة رضي الله عنها لما توفيت غسلها زوجها علي رضي الله عنه، وكان ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بستة أشهر تقريبا. فالصحابة موجودون وعلموا بذلك، وما أنكر أحد منهم عليه، فدل على إجماعهم على هذا. فهذا يقوي القياس الثاني ويضعف القياس الأول. قال: أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه. إذن لكذب الناقل هذا أولا، لخطأ الناقل هذا الثاني، خطأه في النقليات وخطأه في النظريات هذا الثالث، والرابع قال أو لبطلان حكمه، يعني أحد الدليلين المتعارضين قد يكون باطلا من جهة أن حكمه قد انتهى العمل به وترك العمل به، إما لكونه متروك الظاهر ترك العلماء العمل به، وإما لكونه منسوخا. والثاني هو الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى، فقال لبطلان حكمه، أي أحد الدليلين بنسخ لأحدهما، أي بكون أحد الدليلين ناسخا للآخر، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، أي سوارتان، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاتهما؟ فقالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يوجب الزكاة في الحلي، لكنه منسوخ عند أكثر العلماء،
بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. إذن أحد المتعارضين وهو الأول قد بطل حكمه، انتهى حكمه. انتهت المسألة. قال: والترجيح أقسام. يقول: والترجيح أقسام، منه الترجيح اللفظي وسكت عن الثاني، والثاني سوف يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، وهو الترجيح القياسي. الترجيح القياسي فذكر قسمين، ولو أن المصنف رحمه الله قال: والترجيح قسمان لكان أحسن في العبارة. ثم بدأ بالقسم الأول. المصنف رحمه الله بدأ بالقسم الأول وهو قوله: منه الترجيح اللفظي. هذا القسم الأول من قسمي الترجيح، وهو الترجيح اللفظي، ويقصد باللفظي الترجيح بين الأدلة الشرعية. سماه لفظيا لأن الترجيح بين ألفاظ تلك النصوص حتى لو كان الترجيح في السند، حتى لو كان الترجيح من حيث السند فمآله إلى ترجيح لفظ على لفظ. فلو قلنا إن رواية الأضبط مقدمة على رواية الضابط، هذا ترجيح من حيث السند، لكن مآله إلى ترجيح لفظ الحديث الأول، أعني الذي رواه الأضبط، على لفظ الحديث الثاني الذي رواه الأقل منه ضبطا. فمآل الترجيح في هذا القسم إلى ترجيح متن على متن، أي لفظ على لفظ، فلهذا سماه الترجيح اللفظي بخلاف القسم الثاني، فإن الترجيح فيه محصور في الترجيح بين الأقيسة. قال: منه الترجيح اللفظي، أي من جهة اللفظ، إما أن يكون من جهة السند، هنا خطأ في العبارة، كلمة جهة كتبت بالدال، كتبت جهد، فأصلحوا العبارة، إما أن يكون من جهة السند، المصنف رحمه الله سوف يقسم القسم الرئيسي الأول إلى ثلاثة أقسام، أو لنقول القسم الأول يتنوع ثلاثة أنواع. الأول قوله: إما أن يكون من جهة السند، والثاني من جهة المتن، والثالث من جهة مدلول اللفظ، والرابع من جهة أمر خارجي، هي أربعة وليس ثلاثة. القسم الأول الترجيح اللفظي يتنوع أربعة أنواع: ترجيح من جهة السند، وترجيح من جهة المتن، وترجيح من جهة المدلول، وترجيح بأمر خارجي، فصارت الأنواع أربعة. قال: إما أن يكون من جهة السند وهو الطريق الموصل إلى الحديث، كمالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى السند لأنه الطريق الذي أوصلنا للحديث. قال: أو من جهة المتن وهو نص الحديث، مثل البيعان بالخيار، أو إنما الأعمال بالنيات، أو غير ذلك من متون الحديث.
قال أو من جهة المتن وهو لفظ الخبر، الخبر معناه الحديث، والأصوليون في العادة يستعملون كلمة خبر وأخبار بمعنى حديث وأحاديث، وهذا كثير حتى عند غيره، موجود بكثرة في علم الفقه المقارن، علم الخلاف، الخلاف العالي، وفي غيرها من كتب الفقه وكتب شروح الأحاديث وغيرها من الفنون. قال أو مدلول اللفظ وهو ما دل عليه، ما دل عليه النص الشرعي، كأن يدل على التحريم أو على الإباحة أو على الوجوب أو على الإثبات أو على النفي إلى آخره. هذا معنى مدلول اللفظ، مدلول متن الحديث، مدلول أي المعنى الذي دل عليه لفظ الحديث. قال أو أمر خارج عنه، أي الترجيح بدليل خارجي، يتكافأ الدليلان ثم يأتي دليل خارجي يرجح أحدهما، كآية أو حديث آخر أو قياس أو غير ذلك من الأدلة الشرعية المعتبرة تشهد لأحد الدليلين المتعارضين. قال فمن جهة السند، هذه فاء التفريع، بدأ يفرع ويتكلم بالتفصيل على هذه الأنواع الأربعة، فبدأ بأولها وهو الترجيح من جهة السند. قال فمن جهة السند أيضا يوجد خطأ في الطباعة، كلمة جهة هنا زيد فيها حرف الدال، كتب جهدة والصواب جهة. قال فمن جهة السند يقدم الأكثر رواة على الأقل، هذه الصورة الأولى من صور الترجيح باعتبار السند، وهو الترجيح بالكثرة، كثرة الرواة، أي أن أحد الدليلين المتعارضين رواته أكثر من الحديث الآخر. قال يقدم الأكثر رواة على الأقل مع التساوي في الثقة، مع التساوي في الثقة يعني أن يكون رواة كل من الخبرين ثقات، لما؟ لأنه لو كان راوي أحد الخبرين ثقة أو ثقات عند التعدد وراوي الخبر الآخر ضعيف فإنه لا يتحقق ترجيح حينئذ، لأن الحديث الضعيف وجوده كعدمه، فالحديث الضعيف عدم، فيبقى الحديث الصحيح وحده في المسألة. وهذا من التدقيق في العبارة، أن لا يقال يرجح الحديث الفلاني على الحديث الفلاني لأن الأول صحيح والثاني ضعيف. إذا أردنا التدقيق في العبارة فهذه العبارة لا تصح، لأن شرط المعارضة وركنها الركين أن يكون كل من المتعارضين صحيحا من حيث الثبوت، فيروي كل منهما الثقة لا الضعيف. والحقيقة أن هذا القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو قوله مع التساوي في الثقة يعني في الخبرين المتعارضين
الحقيقة أنه ليس شرطا في هذه الصورة فقط، بل هو شرط فيها وفي غيرها، لما ذكرناه آنفا أن ركن المعارضة هو ثبوت الخبرين، فلا ترجيح بين صحيح وضعيف. وذلك يعني ما ذكره المصنفون في أصول الفقه وغيرهم كالمحدثين من هذا الشرط، الحقيقة أنه في الجملة، لأن الأصوليين والمحدثين أجروا التعارض الترجيح أحيانا بين الصحيح والضعيف، فقالوا يعني ذكروا من صور الترجيح ترجيح الحديث السالم من الاضطراب على الحديث المضطرب، ومعلوم أن الحديث المضطرب هو نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. مثال تقديم الحديث الصحيح على الضعيف ومن ثم فلا يحصل ترجيح بينهما، بل يعمل بالحديث الصحيح ويترك الحديث الضعيف، ما أخرجه أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج، نهى عن العمرة قبل الحج، هكذا رواه أبو داود والدارقطني. ويعارضه ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل حجه، والصحابة كانوا معه رضي الله عنهم. والحديث الثاني هذا الذي أثبت العمرة قبل الحج حديث صحيح كما قلنا، هو مخرج في الصحيحين. وأما حديث المنع من العمرة قبل الحج الذي أخرجه أبو داود ففي سنده عبد الله بن القاسم التيمي وهو ضعيف ومدار الحديث عليه، فليس له متابع ولا شاهد، فيكون الخبر ضعيفا فلا يعارض به الحديث الصحيح. قال: وفي تقديم الأقل الأوثق على الأكثر خلاف. نعم، نرجع لمسألتنا الأولى لم ننتهي منها. قلنا أن هذه المسألة هي مسألة الترجيح بكثرة الرواة، وهو أن يكون رواة أحد الحديثين المتعارضين أكثر من رواة الحديث الآخر المعارض له، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. الترجيح بكثرة الرواة هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى منع هذه الصورة، فعندهم لا يصح للمجتهد أن يرجح بكثرة الرواة. ومن أمثلة المسألة وهو أيضا بيان لثمرة الخلاف بين الفريقين، حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فالحديث أثبت نقض الوضوء بمس الذكر. ويعارضه حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن مس ذكره أعليه الوضوء، فقال: لا، إنما هو بضعة منك،
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحديث الثاني ينفي نقض الوضوء من مس الذكر، لكن الحديث الأول راجح عليه، حديث بسرة رضي الله عنها راجح على الحديث الثاني، لأن رواته أكثر، رواته أكثر من رواة الحديث الثاني، فبه عمل جمهور العلماء. والحنفية لم يعتبروا الترجيح بكثرة الرواة، فأخذوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه لمرجحات أخرى ذكروها. قال: وفي تقديم الأقل الأوثق على الأكثر خلاف. هذه صورة ثانية، صورة ثانية من صور الترجيح باعتبار السند. وهي ما إذا تعارض خبران ورواة أحدهما أكثر من رواة الآخر، إلا أن القلة كانوا أوثق من الكثرة من حيث الثقة، من حيث الأوثقية رواة الأقل أوثق من رواة الأكثر، فحينئذ أي الحديثين يقدم؟ هذا محل خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله. قال: اختار جماعة تقديم الأكثر وجماعة تقديم الأقل الأوثق. بعض الحنابلة ذهبوا إلى ترجيح الكثرة، يعني طردوا أصلهم، مشوا على قولهم في الصورة الأولى، فقالوا يرجح بالكثرة دائما ولا يلتفت إلى القلة ما دام أن الكل قد تساوى في الثقة، فلا ننظر إلى الأوثق وإنما نعتبر الكثرة فقط، فالأكثر رواة أرجح من الأقل رواة ما دام أنهم متساوون في الثقة، ولا يعتبر كون الأقل أوثق. هذا هو المذهب الأول. قال: وجماعة تقديم الأقل الأوثق، هذا القول الثاني، وهو كما قال المجد بن تيمية رحمه الله هو قياس مذهب الحنابلة. فهو يرجح هذا القول، إذن اختاره أيضا بعض الحنابلة، هذا القول الثاني اختاره بعض الحنابلة، واختاره بعض الشافعية، واختاره أيضا بعض المالكية. والحقيقة أن هذه المسألة قليلة الطروق في كتب الأصول، قليل من طرقها من الأصوليين. ولم يذكروا لها مثالا، إنما يقولون لو افترض أن الرواة عن الزهري اختلفوا، الزهري الإمام المشهور، إذا اختلف الرواة عنه، فروى مالك بن أنس رحمه الله روى عنه حديثا، وروى عنه شعيب ابن أبي حمزة وغيره رووا عنه حديثا يعارضه، يعني كلاهما روى الحديث لكن اختلفا فتعارضا، فالأول ما رواه إلا مالك والثاني رواه شعيب وغيره. قالوا: فإنه يرجح الحديث الأول الذي أخرجه مالك عن شيخه الزهري، يرجح على ما أخرجه أو ما رواه شعيب وغيره عن مالك. لما يرجح وهو واحد وأولئك أكثر؟ قالوا: لأن شعيبا وإن كان ثقة حافظا، لكنه ومن معه لا يوازون بالإمام مالك ابن أنس رحمه الله ورحم الله الجميع. وكما قلت إن المسألة يذكرها قلة من الأصوليين خصوصا من الحنابلة،
ولم يذكروا لها مثالا صحيحا، ما ذكروا لها مثالا أصلا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.